صافي واش معكم جديد فيديو جديد رجعنا بحلقه عاشيني ديال برطال. اخر مره خلينا القريه ديالنا بحال هكا جبنا جوج عيال اللي جالسين شادين السون، عندنا دار اخرى ولكن خاصنا نبنيو لهم هما جوج ديال واحد غيبقاو غير في الصنقه. زربنا جبنا الناس بكري ولكن حنا مازال ما عندنا حتى وزه. خدمنا واحد المره واقيله هنا بقيت عاقمين تنخدموا هادشي، نخدموا هذه هنا، نمشيو للكوزينه، نمشيو للكوزينه، فين الكوزينه؟ هي هذه الكوزينه نخدموا فيها المره الاخرى، هي هذه واقيله المره الطايح عندهم وما باغينش يخدموا طال عليهم الدم. ولكن اش غادي ندير لكم انا؟ راه هما غاديين باش يمشيو يخدموا خاصني نقاد لهم الديور. نمشيو للقريه فين كاين عمي سلام، نقولوا لهم عافاكم الا محتاجين شي مساعده شي حاجه، باش الا عاوناهم في شي حاجه يولي عندنا الحق باش اننا نبنيو بزاف ديال الديور، فهمتي؟ قلت الا خرجت من الجيم راه كيعاود يتصب. ايه بلاتي بوشن انستنت هيلث واقيلا. اوكي وصلنا للقريه، نشوف واش كاين شي حد خاصه شي مساعده. الحاجه خاصك شي مساعده، انت خاصك شي حاجه. ها هو عمي خاصو. عمي عطاتو شي حاجه، كانت عطاتها لنا واحد الشيبانيه داك النهار. واد عمي شحال فيه ديال الهضره. وعرف هادشي كامل هي اقرب بلاصه فيها شي مهمه كاينه في هنا ولا هنا ولا. واه يا ناري عرفتينا فين كاين؟ حضاري كون دزت لهادي حسن. واه يا ناري شحال ديال الطريق خاصني نضرب، خاصني نسافر. ومشكله مابقاوش عندي الفلوس، الفلوس اللي كانوا عندي خسرتهم في الحلقه اللي فاتت. قلتوا لي الا بغيتي دير الفلوس في هاد الجيم هادي هي انك تبيع ليهم شي حاجه وشي حاجه اللي سهله تكرافطا. قال لك اسيدي كاين ستون نايف الموس اللي مقاد بالحجر، قال لك تقدر تبيعو ليهم بثمن مزيان. وباش يتقاد بطبيعه الحال ماشي شي حاجه، كيتقاد غير بخمسه ديال العواد وجوج حجرات. داكشي علاش غادي نوض نجمع اكبر عدد ديال الستيكس. خدمت تاع وزيت وهذوك اللي بانوا وهذوك الناس عندنا راه بدا كيطلع لهم الدم. داكشي علاش غادي نجي عند شي وحده من هادو. فين هي؟ فين هذيك اللي كانت هنا عندها لاباس عليها واحد ختنا كانت هنا مابقاتش. المهم حاول ننسى دوك الكواسات اللي كاينين الفوق، بقى لنا وحده نبيعوا لهذا سميتهم لماس. فينا هما لماس؟ شو كيتباع ب 20 لواحد، الا بعت ليه كلشي نبيعهم ليه ب 1000، يعني غير 52 موس بعتهم ليه ب 1000. دابا غادي نشوفو الا كان شي واحد خاصها شي حاجه قبل ما نمشيو نسافروا للقبيله الاخرى ونشوفو القبيله الاخرى شنو مخبيه لنا. حتى هي انت خاصك شي حاجه؟ سالينا من هادشي اللي كاين هنا، نحاول نشدو هاد الكروسه هادي اللي كاين فيها دخون هذا نمشيو نسافروا بها جهه اخرى، نشوفو شحال ديال الاثمنه. حنا فين غاديين بعدا؟ حنا غادي نمشيو دابا من هاد اللعيبه نمشيو لدينيسيا ولا نمشيو لهادي اللي بعيده. واخا تديني عافاك سميتها كتبدا بار، هادي 470 رخيص رخيص. يلا ديني. ها هو وصلنا دغيا، حنا وصلنا لهنا. نجي ندخلو اخر هاد القبيلة هادي نشوفو شنو كاين فيها. دابا هادي ممكن نقادو الماس ونبيعو لهم تمام حسن من هادوك. هادو الناس راه ناعسين هنا. السلام عليكم. نتزوجو شي وحدة عاوتاني هنا؟ كل قبيلة مشينا ليها نشوفو. الشي راه تا هي باغا تزوج، خاصها معمل. سيري فحالك. كاين دابا المشكلة هي خاصنا نتصبحو نتسناو حتى الصباح بين ما الناس فاقو. وسامة واش الشفرة باش تحيد مني؟ وناري اخويا اش غادي ندير؟ راه يدي تياكلوني. دابا حنا اللي عندو المهمة ناس نمشيو ندخلو عليه للدار. شكون فيهم اللي عندو المهمة؟ هذا فيقتو من الناس سالات المهمة ورجع ينعس. المهم ما نكذبش عليكم ما قريتش شنو تيقولو. بدو كيحلو ليا دوك اللعيبات اخرين ديال البني، كنشوف شنو حلو ليا دابا في البني باش تقدر نبني شي دار اخرى عندي باش نبني دار اخرى. دابا الناس اللي عندي في القبيله ديك جوج عيالات اللي عندي راه بايتين في الزنقه، دابا ما عندهمش حتى فين يبيتو وانا ما نقدرش نخليهم يبقاو بايتين في الزنقه. بلاص ما بقى نتسنى الناس تيفيقوا. بانت لي عاوتاني الليل والظلمه وهادشي بدا كيخلع، نمشيو عند خونا هذا نقول ليه عافاك ردنا لدارنا. سميت البلاصه اللي قريبه لينا للدار دينيسيا. دينا خويا دينيسيا، هذا دينيسيا رخيصه بعدا شويه. دينا خال دينيسيا. دينيسيا فيها شي مهمه؟ فيها تم مهمه. والدار ديالي اونفاس هاد الليله هذا تيخلع. نكمل مع الطريق غادي نوصلو للدار. شنو النمر هذاك؟ هادي كنت غنغوت كنت غنغوت ياه. المهم نكملو الطريق ديالنا هكا. ياري على الأصوات. أوف حنا وصلنا، حنا وصلنا للدار. حنا ريشة الرعب يا خويا. هما العيالات هازين الطرش وكيدورو حيت ما عندوش فين يباتو، غيباتو في الزنقة. العيالات سمحوا لينا، سمحوا لينا والله الا سمحوا لينا. انا غندير لكم ونبني لكم واحد الدار دابا نيت. نبنيو للمرة الاولى نية الدار ديالها، كحزها شي لقدام هاد الدار هنا. نقدروا نبنيو الدار الثالثة يمكن، يمكن يعني عندنا فين نسكنوهم بعدا. هادو نقدر نزيدو واحدة اخرى، نهار طماع زيدني واحدة اخرى باش يمكن يمكن. وهادي هنا مرض جاو غير ثلاثة، بغيت نزيد زعما الرابعة يمكن تزاد الرابعة. أنا
يمكنش كاين الطريق بركه بركه الا بينا غير ثلاثه غنلقاو هادو غير فين ينعسو ومولاها ربي واخا سيدي اجي نبنيو هادشي اشي هرمنا من اجل هذه اللحظه هما ثلاثه ديال رزدناهم دابا غادي نجيو لكل دار نقولوا ليها انتيا دازي تسكني دازي تسكني حتى كتشكي كيقدروا يسكنوا فيها ثلاثه الناس انا لا ندير لكم دابا نتوما باقيين جدادات غندير لكم انفرقوا لكم ديري 83 طيح لهم المورال ناقص 83 ما عندوش حتى الماكله خاصك تمشي تحط لهم الماكله في ستوريج زكا خاصني نبقى نحط لك كل واحد نحط لها ستوريج ديالها ولا شنو اخا لا غير تفشوا عليه كيف ما بغيتو ماشي مشكل دابا خاص كل واحد نحط لها ستوريج ديالها شي حاجه نمشيو عند هادي نحطوا لها 40 تفاحه ونمشيو عند الاخرى حتى هي نحطوا لها التفيحات خلي لي انا شي 6 في جيبي نشوفوا دابا وراه خاصني نقاد لهم حتى الخشب والله الا تصرتوا خاصني نكرافتي بوحدي قالك اسيدي كل لوغ عندك تقدر تخرج منها الحطب خاصني نحط لهم حتى الحطب هنا ولا هنا ما عرفتش فين ولينا كنتسخروا على العيالات يلا دابا واش كلشي مزيان ها شي دابا ما عرفتش شحال كيوصل المورال ديالهم دابا العيالات قادين العيالات دابا ما ياكلوا ما يشربوا يعني ما غاديش يبقى شوشو دوك اللعيبات اللي الفوق كانوا ديك الساعات واقعين فيهم بزاف المشاكل دابا غير المورال ديالهم اللي هابط نتفرجوا ها ما كيطلع لهم المورال شتيه بدا كيطلع واش هذا ماشي هو هذا لا لا هذه هذه ماكينه ديال يلا نبنيوها هنا هذه كتقطع الخشب نخليوها انا باش نقادو الخشب من بعد صافي نخليو اللعبه ديال الصيد من بعد اجي نشوفوا واش شدت لنا شي رنب ها واحد الرنب لداخل حنا قادينا واحد الرنب خلي هذا هنا صافي هزينا القنيه ديالتنا راسكم الاخوان بالله راه هضر نهار اخر واش عرفتوا شحال داز ديال الوقت على اخر مره صورنا المهم قادينا العيالات داكشي فين غادي يسكنوا عطيناهم الماكله ديالتهم درنا لهم كل وحده فين غادي تخدم مازال خاصين الناس اللي غيخدموا واحد غيخدم في البير واحد غادي يخدم في هاد البلاصه هادي هادي مازال ما بنيناهاش نسيت هادي الا بنيناها غادي نوليو نقادو فيها البلانكس يعني داك اللي كنا كنمشيو كنشفروهم من عند الناس ولا كنمشيو نشريوهم هنا غيوليو عندنا ديريكت نبقاو نقادوهم فيه صافي تبنا دغيا تبنا هذا المهم فكره من هذا هو اننا اما كنردو الخشب كنردوه بلانكس اما كنردو الخشب كنردو حطب باش نوليو نسخنو به اذا هي القريه بدات كتبان والله الا بدا كيبان هادشي مزيان واخا غادي يكون كحزنا شويه لهاد الجهه معليش هادي راه باغا طيب ولكن ما عندها ما طيب بس كنشوفو شنو اللي شنو اللي ناقصها باش تبقى طيب حنا بين القبيله ديالنا تكون قاده في الماكله والشريب ديالها وداكشي الاخر يبقى لنا من بعد هنا قال لك اسيدي باش نقادو السوب خاصنا الكرنب واللحم والاواني ديال الخشب يعني خاصنا الاواني ديال الخشب في كاع الحالات كيتبدلوا غير لي زانغريديون عندك هنا الكرنب واللحم هنا اللحم مالح والكرنب هنا الخيزو واللحم هنا خيزو واللحم مالح يعني خاصنا نزرعو نجيو نقادو مزرعه فين غادي نديرو المزرعه ديالتنا نديروها من هاد الجهه يعني غنديروه هكا نقدروا نخرجوه هكا ونخرجوا واحد الطريق من هنا الطريق اللي غتمشي من هنا غادي تكون بحال هكا من هنا نديروها حد هكا ياك جبان لكم نبداو نكربلو دابا في الارض صافي هكا ها هي لا لا بنت الارض بنت الارض هي الارض دابا اللي حرتنا دابا هاد الارض هادي خاصنا نمشيو دابا نشريو هذوك السماد ونشريو داكشي اللي بغينا نزرعو حنا دابا قلنا خاصنا خيزو صبري ما دابا نشوفو شنو عندك تما دابا الا بغينا نقادو خاصنا خيزو والكرنب والبصله يعني غنمشيو نجيبو البذور ديال البصله وديال الخيزو وديال الكرنب غادي نمشيو في الطريق نجمعو ستيكس نجمعو الحجر باش نقادو الماس باش نبيعو ليهم الماس ونشريو من عندهم البذور والفيرتيلايزر ضروري خاصني نمشي نشري حتى السماد اوكي جينا للقبيله غنمشيو عند الفلاح هذه راه هي مرت الفلاح هي هذه ولكن ما كاينش الفلاح فين هو الفلاح غنتسناو الفلاح ها هو جا هو معدون غادي نشريو دابا البذور ولكن بلاتي الشاف راه ما عنديش الفلوس بزاف زكان نبيع لك شي ماس جمعتهم بعت لي ثاني كاع الماس اللي عندي ب 1000 دابا نشري البذور ديال الكرنب والبذور ديال الكاروت شوف غادي نشري من كل حاجه نشري منها 10 يا ربي ما يكونوش غاليين 120 نشريو 10 ديال البذور ديال الكرنب و10 من البذور ديال الخيزو البصله نشريو منها حتى هي 10 فين هو الفيرتيلايزر ما عندكش ها هو الفيرتيلايزر يعني عندنا 10 20 خصني نشري 30 ديال الفيرتيلايزر 30 شرينا السماد وشرينا البذور ما عندنا غير نمشيو نزرعو دابا واقيلا نشريو واحد الباك نشريو مالا غاليه هكا على كنت كنخونها نشري وحده والله الا سر باباكم اللي خونكم شكرا الله يرحم الوالدين يلا نمشيو نرجعوا للدار نمشيو نزرعو دابا حنا فين كنا ذاك النهار لا الى خاوي الى خاوي هادشي راه دزت من هنا انا كنسيق البلاصه الدار ديالنا راه واحد الصناديقه 100 هاي الكوبر اور لقينا الكوبر اور يا راه كمل ها هي القبيله ديالتنا راه بدات كتبان شو كدا كتبان داكشي كثير ها دابا نجيبو الفيرتيلايزر
او ماي جاد، هكذاك. يلا سير حط هالتانية، زيد وهنا حدا بدلنا اربعة. حسنا غادي ندير الفرتيلايزر لكلشي ونشوف كيفاش ديك الساعات ندير نستفو. دابا هاد الارض ديما كتبان زوينة، دابا ندور عليها الصور. ما تخافوش انا ندور عليها الصور، غير بلاتي. اوكي الارض دابا ولات كتبان بحال هكا. دابا ندورو على هاد الارض بعدا الفنس، نديرو غير هاد السامبل هذا. وي كيبان واعر الرجول، نديرو ليه بحال هكدا. واخيرا ناري، شحال فيها ديال تمارة حل والجيت. اقول لك كدفعو وانا كنبرك عليه باش يتحل، قول ها كدفعو هكا خلاتيني الله ينعل باباك. المهم حنا قاعدين المزرعه الاولى، ما كراتش ندير بحال هاد المزارع، ندير وحده جوج ثلاثه، وحده للخيزو، وحده لهذه، وحده لهذه. ولكن الحلاقي الجايين هما فاش غادي نفرقوهم. دابا نحاولوا نديروهم مجموعين باش هنا نديروا الحظيره. خاصني نبني الحظيره بعدا هكذاك. الحظيره خاصها تكون جنب واقيله، تكون بحال هكا معاهم. الا درناها تكون هكا يكون حسن واقيله. ويت نحطها بحال هكا. واخا هادشي يجي خربقنا ليه الترتيب، نورمالمون تخربق الترتيب ياك. نقدروا مع الوقت نقادو، عرفتوا علاش؟ حيت الاراضي ما يمكنش يتبناو شي طريقه من غير هذه، يعني خاصنا نكونوا دايرين الطريق جايه بحال هكا، يعني خاص هذه تكون هكا، ما عندنا كي نديروا لها. عاد راه عوجتها شي شويه. المهم نبنيو الحظيره هنا، اجي نشوفوا دابا كيفاش نديروا الزرع. والله ما عرفت كيفاش ندير، باش ما نكذبش عليكم. واش كاينه شي اله ديال الحرث هنا ولا شنو؟ يا لحمار يا لحمار، اش من سيد سعدنا عندنا هما تاع الكاباج. وي الله اكتشفت منين، الا بيدير فيها الفيرتيلايزر ها هو، بيدير فيها الكاباج ها هو الكاباج. واش خفت نقيس ونطير. دابا بحال كانت الارض خاصنا نديرو فيها الفيرتيلايزر ونكربلو الارض بحال هكا. انت انا بديت كنفهم. ما ديرش على برطال راه مكيلخ. صافي دابا ولات الارض صالحه للزراعه. دابا الا دخلنا لهنا غنختار واش من سيد بغينا، غادي نقول لهم بغينا ديال الكاباج. هكذاك دابا كاين لك الكرنب، ولكن راه كل حاجه كتزرع في الموسم ديالها. دابا ها الكاباج غنحطوه، ولكن راه الكاروت، ولكن راه خيزو وسميتو. ها نتوما هادشي ماشي الموسم ديالو هذا، شتو؟ واخا عندنا منها ولكن ما ماشي الموسم ديالها. اذا ما عندنا ما نديرو، نتسناو هاد الكرنب ينوض. اوكي بين ما هو ناض اجي نبني غير البارن بعدا. صافي واش تبنات دابا؟ صافي خاصنا غير الوركرز. دابا خاصنا الوركرز وخاصنا ينوض هادشي، نمشيو نرقدو. alright صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير. واش العيالات واش العيالات، سمع الهضره بغيت نخضر. واش غدير؟ المهم نجيو لهنا نتفقدو هادشي عندنا كيفاش ولا. مازال ما بغاش ينوض واقيلا. بدا كينوض ياك؟ لا 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 مازال ما غاديش ينوض، بدا كتصب الشتا. عودنا بعد غياب طويل، مشيت لعند هذاك خونا وخديت من عنده سميتو السيدز باش نزرع الارض كامله. هذاك الشيء ماشي الوقيته ديالته، يعني بلا ما نضيعوا فيه الفلوس مشيت شريت هادشي كله سيدز باش المره الجايه نجيو نلقاو هادشي وناض. اوكي بهذا الشيء غادي نكونوا زرعناها كامله. دابا نحيدوا هادشي ونتسناهم دابا تينوض. ما كراتش نعاود ندير نفس الاراضي هنا باش نقسمهم على حسب شحال ديال النباتات عندنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني نقدر ندير 9 الاراضي بحال هكا ولكن نصغرهم، فهمتي؟ ندير بحال بي تقول حد هادي حد هنا ولا حد هنا، نديرو حد هنا ونقدر نقسم هادي على جوج تولي 1 2 3 4، فهمتي؟ حيت هاد البارنا هادي عندها باب هكا وباب لهيه. بلان نولي ندير باب هنا باب هنا باب هنا، غادي بحال هكاك يولي عندنا 9 الاراضي. ولكن هادشي كله غادي نديرو خلف الكواليس، الحلقه الجايه غادي تلقاو هادشي. ووجد بينوا لي واش عجبكم هاد السيري نكملو فيه، حيت هادشي يلاه بدينا فيه دابا. اما قبل كنا غير تنرونو لايك وكومونتي، شي كومونتير زوين، ونتلاقاو الحلقه الجايه. السلام عليكم.